السلام عليكم. اليوم نقف على مشروع المستشفى الجامعي لمدينة بومرداس، واللي يعرف يعني حالة تقدم محسوسة في الأشغال. إن شاء الله المشروع هذا ينتهي في أجله، اللي كأنه فيه مرحلة تجهيز تاع المستشفى اللي قد تأخذ وقت. إذا إن شاء الله يكون فيه تسريع في الوتيرة، لأنه الناس بحاجة إلى مثل هذه المنشآت الصحية. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.